يا هلا، ازيكم؟ فيديو سريع كده على سنغافوره وعلى مميزات سنغافوره. حابب ادور على عيوب واقولها لكم، بس بما اني بحب البلد دي فغالبا انا هتكلم عن المميزات اكتر ما هتكلم على العيوب. طيب، اول حاجه في سنغافوره، سنغافوره فيها تنوع ثقافي وتنوع رهيب في الجنسيات، بمعنى جنسيات كتيرة قوي عايشة هنا. هتلاقي الصينيين، وهتلاقي هنود، وهتلاقي بنجلاديش، باكستان، من البلاد العربية، نيوزلنديين، استراليين، امريكان، بريتش، فرنش، من امريكا الجنوبية. فيها تنوع رهيب، وده مخليها جميلة جدا. مش هتلاقي جنسية واحدة بس هي المسيطرة وموجودة، لا، انت هتلاقي جنسيات كتيرة قوي. تتمشى في الشارع هتلاقي كل الوشوش وكل الوجوه، فمش هتحس بغربة. وبعدين هتلاقي طبعا بان في تنوع كتير في الجنسيات، فهتلاقي طبعا الاكل فيه فرايتي رهيبه. هتلاقي الاكل الجنوب افريقي، والاكل المصري، والاكل العربي، والاكل الصيني، والاكل التايلاندي، والاكل الفلبيني. دي برده من الميزة الرهيبه اللي ما كانتش موجوده عندي في استونيا بصراحه. يعني مثلا استونيا، لان طبعا الاستونيا ان هم اللي سايدين وعدد الاجانب قليل، فكان عندي مشكله في تنوع اللي هو الايه الثقافات، وتنوع كمان الاكل. دي الميزه الثانيه. الميزه الثالثه الجو. الجو هنا حر، وانا بحب الحر بصراحه. يعني بالنسبه لي ما اقدرش اعيش في جو برد. في ناس بتاخده ده على انه حاجه وحشه، انا واحد باخده على انه حاجه كويسه، لان ما دام في حر معناها ان الشمس طالعه، معناها ان السماء كتير في وقت كتير زرقاء. طبعا هي بتمطر، بس بتمطر حوالي نص ساعه ساعه، لكن في الريني سيزون ممكن تقعد تمطر يومين ثلاثه كاملين ورا بعض. ودي حصل معايا الاسبوع ده، انها مطرت، عشان كده ما كنتش عارف اعمل فيديوهات كتيره، لان انا بحب اصور بره. ده من الميز، الجو حر. وهي بتمطر حتى الجو حر، فانت على طول لابس نصكم، لابس شورت او لابس خفيف، فانت مستمتع بالجو. تمام. البلد طبعا زي ما انتم شايفين ورايا، مش عارف شايفين ورايا، بنايات وابراج، والسكاي لاين بتاعها فعلا جميل جدا. كل اللي انت عاوزه، بالرغم انها ارض صغيره جدا، مساحتها مساحه صغيره زي ما قلت لكم، مساحه البحرين يمكن اقل من البحرين شويه، او اكتر من البحرين شويه، حاجه بسيطه، 702 كيلو متر مربع لو انا مش غلطان. بس فيها تنوع، فيها كل حاجه انت عاوزها. كميه المولات في كل محطه مترو اللي بيسموها ام ار تي، في مول، ومول كبير. انا مش بتكلم على مول صغير، لا، مول محترم. تمام. فطبعا دي ميزه من الميزة رهيبه، لما تزهق هتلاقي مليون حاجه تنزل تعملها في سنغافوره. ده في عهد الكوفيد، لما تكون الدنيا مقفوله وانت مش عارف تخرج عشان موضوع الكوارنتين او موضوع التيست، البي سي ار تيست، او الدول مقفوله مع بعض. لما الدول تفتح مع بعض، اكتر ميزه في سنغافوره انها في وسط كل حاجه. لو عاوز تروح لكوالالمبور في سنغافوره، في ماليزيا، هتاخد باص 4 ساعات ونص، هتكون هناك. او انك انت تطير توصل في خلال حوالي 40 دقيقه بالظبط، تكون في كوالالمبور عاصمه ماليزيا. لو عاوز تروح تايلاند، طياره لتايلاند في ساعه وشويه. لو عاوز تروح اندونيسيا في الجنوب، بالظبط فيري لمده 45 دقيقه هتكون في جزيره اسمها بنتان، او جزيره اسمها باتام في اندونيسيا، تتفسح وترجع. يعني ممكن تقضي الويك اند وترجع. غالبا ده اللي بيعمله الاكسباتس، او الناس اللي هي الاجانب اللي زي حالاتنا اللي عايشين هنا، والسنغافوريين. في الوقت اللي هو قبل الكوفيد، لما كنا عايشين هنا قبل الكوفيد، كانت الناس كل ويك اند بتطلع بره سنغافوره تتفسح في حته وترجع. اللي بيروح تايلاند يومين ثلاثه ويرجع، اللي بيروح مثلا اندونيسيا ويرجع. جاكرتا على بعد ساعه ونص بالطياره، بتروح وترجع، تقضي يومين وترجع. فطبعا ده حاجه روعه بصراحه، مش موجوده في بلاد كتيره قوي. انت هنا متمركز في وسط اسيا طبعا، وعشان المكان والاماكن قريبه فالتذاكر قريبه. ساعات كمان تلاقي التذكره بحوالي 50 دولار او 60 دولار سنغافوري، اللي هي بتعادل 30 دولار امريكي، عشان تروح مثلا كوالالمبور وترجع، ده ريتيرن تيكت. بتلاقي مثلا التذكره ب 100 دولار سنغافوري، اللي هو بحوالي 80 او 70 76 دولار امريكي، تروح وترجع لتايلاند بانكوك، وهكذا فيتنام والفلبين وكل اللي حواليك، تقدر وتروح وترجع. تمام. لان كمان المطار بتاع سنغافور شانجي، اللي هو تشانجي، مطار سنغافوره مطار عالمي، مطار هب، كل الطيارات رايحه وراجعه في كل حته، فبالتالي الفرايتي عندك انك تختار طيران معين بسعر رخيص، حاجه سهله جدا. بالنسبه لينا احنا كمسلمين، طبعا هنا الاكل 90% حلال، ما عدا المطاعم الصينيه، لان طبعا المطاعم الصينيه بتقدم خنزير وبيحبوا الخنزير، فصعب عليهم ان هم يحطوا حاجات حلال. لكن كل حاجه تانية او اكثرها، خلينا نقول نسبة كبيرة جدا من المطاعم حلال، وبتلاقي علامة حلال كبيرة جدا 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 على المطاعم. كي اف سي اللي هو كنتاكي حلال، ماكدونالدز حلال، برجر كينج حلال، بيتزا هات حلال،
سب واي حلال، دي الحاجات اللي هي الفاست فود. الحاجات التانية الاوثنتك برضو بتلاقي حلال وبتلاقي علامة حلال، لان هو كمان من شروط، واحد قالها لي هنا، من شروط انك المطعم يكون حلال ان لازم يكون فيه مسلمين جوه هم اللي بيحضروا الاكل، فبالتالي دي ميزة رهيبة. طبعا لو انت عايش في المنطقة اللي فيها متركزة فيها اللي هو الجالية الهندية المسلمة هتسمع الاذان، يعني انا مثلا في التراويح انا بتسمع صلوات التراويح، هحطها في الستوري، صورتها من كام يوم، مسجد السلطان حسن هنا وهو ساعة التراويح بتسمع الاذان، بتسمع القرآن، بتشوف ناس مسلمة كتيرة، بتلاقي اكل حلال كتير، فما بتحسش بغربة. بالنسبة لاخواتنا المسيحيين نفس الحكاية، كنايس كتيرة هنا تقدر انك انت تمارس شعائرك وتروح يوم الاحد الكنيسة، وهتلاقي في جالية الفلبينية بالذات لانهم مسلمين مسيحيين كاثوليك، برضو بتلاقيهم بيروحوا الكنيسة كل يوم حد ومواظبين، وهتلاقي كل التنوع، تنوع اللي هو الهندوس، البوذيين، المسلمين، اليهود، الكريشيان، اللادينيين، كله موجود هنا وكله متألف وكله عايش حياة طبيعية وكله عايش في سلام. دي من أهم ميزات سنغافورة، إن الناس كلها برغم تنوعها واختلافها الرهيب لكن كله عايش باحترام وبسلام. وطبعا لأن هنا كمان القوانين عنيفة جدا 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 جدا، زي ما كل الفيديوهات بتقول لك هنا الفاينز أو الغرامات ما بيهزروش، لو عملت حاجة غلط الفاين على طول بتدفعها في ساعتها، وبتبقى طبعا ساعات اكتر من كده اهو. يعني ما ينفعش مثلا دلوقتي في عهد الكوفيد انك تخرج من غير ماسك، لو قلعت الماسك طبعا بتبقى مشكله كبيره، تدفع فاين اول مره مش فاكر بيحصل ايه، بس ممكن تؤدي انك انت تروح كورت ويتحكم عليك كمان بالسجن لو انت خالفت، لان هم عاملين اكت جديد في 2020 خاص بالكورونا. لو قعدت اتكلم على المميزات مش هخلص من مميزات البلد دي، لان البلد دي فعلا مليانه مميزات، وانا بشجع اي حد عاوز يطلع بره الوطن العربي عشان يشتغل يجي سنغافوره. من اكبر ميزة سنغافوره هي الضرايب، الضرايب قليله جدا جدا جدا، الضرايب شرايح بس الضرايب كنسبه تعتبر اقل دوله انا شفتها، اقل طبعا من نيوزيلندا واستراليا واقل من مصر واقل من كل حاجه، طبعا اكيد دول الخليج العربي اقل لانها 5% بس، لكن هنا برضو يعني انت ممكن توصل انك تدفع 7% 9% 11% ماكسيمم الحاجه. لا سوري، ده من المرتب، انا عارف المرتبات في الخليج 0% تاكس، لكن هنا في تاكس بس التاكس قليل. اللي انا كمان بتكلم عليه اللي هو الجي اس تي او اللي هو القيمه المضافه هنا 7%، ولو انت جاي سايح طبعا بتستردهم وانت طالع من المطار، ف 7% طبعا دي حاجه كويسه، لان حاجه زي نيوزيلندا 15%، حاجة زي استراليا 10%، حاجة زي مثلا استونيا 20%، فرنسا كانت 25% زي ما انا جربت وعرفت. فطبعا انك تدفع 7% على اي سلعة انت بتشتريها دي حاجة كويسة جدا 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 جدا. دي بالنسبة لي مميزات سنغافورة. خلينا افكر لكم في العيوب واقول لكم عليها، انا مش في مخ عيوب دلوقتي كتيرة، في كام عيب كده بس بالنسبة لي مش عيوب، بس هقولهم برضو كان هم كعيوب، خليني اقولها لكم في حلقه من الحلقات اللي جايه. اشوفكم على خير، يلا سلام عليكم.